هكذا تحب أن يطلق عليها، سيدة نضج وعيها في منارات العلم، فانطلقت من كتاتيب آمن الجيدة، حافظة لكتاب الله، سليلة أسرة متعلمة، محبة للمعرفة، واعية بأهمية التعليم للبنت إلى جانب الولد. ورغم اليتم إلا أنها ظلت شمعة تضيء حياة أسرتها، واستمرت تحث الخطى للارتقاء في سلم التعليم، فلم تتوقف حيث مدت حبال حبها للتحصيل المعرفي الجامعي، رغم أن جامعة قطر لم تشرع أبوابها بعد، فكان التعليم بالانتساب سبيل طموحها، وكان لها ما أرادت، فأكملت تعليمها في جامعة بيروت عام 1976. شيخة المحمود، الأم والمربية والشاعرة، لها من القصائد ما يزيد على 100. من يقرأ شعرها يعرف كيف وظفت أدوات عاطفتها في التعبير عن رهافة إحساسها تجاه أبنائنا الطلبة، ليتجلى في رسالة التعليم الرصينة والهادفة. بالجد والمثابرة وضعت مقعدها بين الصفوة، امرأة عانقت الشمس، هكذا يراها أهل قطر، زهت بها المناصب حيث تقلدت مسؤولية التعليم على مستوى الخليج، فكان بذلك أن وضعت وطنها في مصاف الدول التي تعترف بأهلية المرأة وبامتلاك بلادها مناخا فكريا وسياسيا مفتوحا على المدنية والرغبة الجادة في التغيير. حفرت اسمها بمنجزاتها على جدران مدارسنا، ودخلت قلوب القطريين مع حروف الكتب التي حملناها على أكتافنا منذ الصغر، إلى كل بيت نهتف معها باسم الوطن، ونتعلم منها أبجديات الصبر والكفاح لتحقيق الطموح. شيخ المحمود، امرأة في قمة الهرم، صنعت للمجد ثوباً مطرزاً في صفحات تاريخ قطر الحديث، تستحق أن تجلس في مصاف الملهمات، أختاً وأماً ومربية ومعلمة، تستحق أن تظل تاجاً مرصعاً لأنها قدوة.